الو الو عسلامة عمي. مرحبا. بربي انتوما نتاع القصر؟ لا. مين شنو انتوما؟ احنا بوسه بنتي. نتاع شنو؟ نتاع قصر هلال. اي نتاع القصر معناها. ايوا تحبي. عمي بربي اني حبيت نسالك على الفيلم تاع الاميرة النائمة في القصر بحذيكم، شنو صار فيه في الاخر؟ خاطر ماما ما خلتنيش نكمل نتفرج. هاني ما تفرجتش عليه بنتي. ليه هي عمي بحذيكم الاميرة اني نتفرج في الفيلم؟ هاني ما مشيتش نتفرج. ليه عمي انت ما فهمتنيش، هي بحذيكم راقدة في القصر وحبيت نعرف شنو صار لها في الاخر، قامت ولا مازالت؟ مازالت ما قامتش. التوا وصل الاميرة. الامير ما لقاش الواجه على شي جي. عمي خاطر اني خليته يركب على الحصان. هو راكب على الحصان؟ اي. مال الحصان طاح بيه جيعان. اي ما تقوليش مشيت ليه الوحش. لا ما كلاش الوحش. هيا بيه الحمد لله. وهي شبيها يا اخي عمي، ديما راقده ديما راقده. شكون هي؟ الاميره متاع القصر. ما يتبات تغني في الاعراس في الليل. فهمتك، خاطر ما حطوهيش في الفيلم هذيا، بعد حطوها في الاخر. لا في الاخر مش حطوها. خاطر اني ما متفرجتش في الاخر عمي، هذيك علاش. اي تنجمش تفيقها انت؟ عاود تفرق بماما وعاود تفرج. ما تنجمش تفيقها لي انت وعديها لي؟ نعم. ما تنجمش تفيقها وتعديها لي؟ لا هي تو ماهيش بحلاها. ملا وين مشيت؟ هي ماهيش بحلاها يعني بعيد عليها شويه. اي اطلع لها عمي ولا كلمها، قلها مريومة تحب تسالك شنو عملت في الاخر. شكون كلها؟ مريومة تعرفني هي، خد تفرجت فيها اني. الله يبارك. بتعدي هي لي توا؟ توا هذا؟ اي. زد لا زد شويه خلينا نمشي نعيط لها خاطر بعيده شويه وعاود اطلب بيها. عمي بربي شنو لبست هي في الاخر؟ شو لبست؟ اي ما ريتهاش بنتي. ماما كي نمشي نفيقها نشوفها شو لابسه ونقول لك. بربي عمي قولها تلبس التيش هاكا، خبتهولك الشريره في الصندوق اللي في البيت القاعد. والتاج انا هو الابيض ولا الاصفر؟ ليه الاصفر؟ الاصفر ما عنديش تاج ابيض. الاصفر ما عادش تلبسي الابيض؟ اي ما عادش تلبسه هذاك. بس هات نقول لها مريومه قالت لك البس التاج اللي خبتهولك في بيت القاعد والتاج الاصفر. خاطر ما فقدتش بها هي كي خبتهولها الشريره رخله. الله يبارك بنتي الدنيا. بيه عايش عمي العزيز هاكا بربي سلم عليها برشا وقولها يسيك من النوم، قالت لك مريومه قوم الطقس به. الله يبارك لله. بيه عايش عمي العزيز عايشك. الله يبارك. باي باي.